كثير من المرات ولا الان من غير ان الاناناس من غير المشماش البرقوق في الكيوي ولا في الاطباق المغربيه كيتزين في المناسبات. فديما تنتسائلوا اننا الحاجه من غير اننا ناخذوها منظر وناخذوها ذوق ناخذوها حتى من ناحيه ديال القيمه الغذائيه ديالها. تكلمتي ان كاين الحراره يعني كتضيع لنا الكثير من الانزيمات او الفيتامينات او بعض المواد. هنا الانسان الا كرمه بطريقه اللي مثلا في درجه حراره اللي تتكون نازله او لا بطرق اللي هي كتحيد غير الماء او لا بهذا الشكل هذا واش كيبقى محافظ فعلا؟ هو كاين واحد الطريقه اللي كتسمى لا ليوفيليزاسيون. بمعنى ليوفيليزاسيون هو انك كتدخل في واحد لاباري وكتحيد فقط الماء. هذه الطريقه اللي خلات انه واحد كل العناصر الغذائيه كتبقى فيه. وهذه بطبيعه الحال ما كايناش عند جميع اللي سميتو ما متوفرش عند الكل وبالتالي ماشي طريقه اللي محدوده في سميتو غالبا ما كنديروها في واحد المجموعه ديال المواد الطبيه. بار كونتر انها تكون تدخل حتى في هذا المجال ديال التغذيه شيئا ما لان لاباري مكلفه. هذه لاباري الوحيده اللي كتخلي ليا جميع العناصر المغذيه فسميتو كتحيد فقط الماء وكيبقى مجفف وديك الساعه كديرو في دي بلاستيك اليمونتير وكتحيد منه داك الاكسجين باش ما يكونش امكانيه ديال لوكسيداسيون ديالو وكتخليه في هذا وممكن انه يبقى لك حتى العامين ماشي مشكل. ممتاز. بار كونتر الطرق الاخرى غالبا ما كتقلل ليا من القيمه الغذائيه في بعض العناصر المغذيه. مزيان. بعض العناصر ماشي كلشي. فكاين هناك انزيمات اللي كتبقى شغاله وكاين هناك انزيمات اللي كتمشي وكاين هناك فيتامينات اللي كتبقى فعاله ولكن درجه الحراره كتقلل كلشي. هاد الامور اللي تكلمنا عليها ما كتبقى لا انزيمات ولا فيتامينات ولا اي من الاشياء لا الاملاح المعدنيه كتبقى. هذا هو اللي مزيان فيهم. الوغ الاملاح المعدنيه ولي بوليفينول هادو مهمين هادو كيبقاو يعني واخا كنديروا درجه الحراره هذا عاليه ما كتقاش بها سميتو ما كتقاش بها هاد العناصر وبالتالي لما كناخذ لي بوليفينول غادي نستافد منه. لما كناخذ الاملاح المعدنيه غادي نستافد منه. لما كناخذ بعض البروتينات غادي نستافد منه والمواد الاخرى نقدر نستافد منها. لكن هاد الشيء اللي مثلا كيرفعوا لي من المستوى الالياف كيبقاو مزيان خليتو جاف ولا خليتو يعني راه غادي نستافد من داك العمليه ديال الطلق والعمليه ديال الخفه ديال الجهاز الهضمي. مزيان. لكن اشياء اخرى كما قلت ممكن انها تقاس. فلهذا الا كنت كنفكر انني ناكل الكيوي طيلة السنة ناكلو في الأيام الأولى ديالو وراه ما سهلاش راه من نوفمبر حتى الماي راه ما سهلاش كتبقى لنا غير خمس شهور الأخرى. ديك الساعة غنشوفو مواد غذائية أخرى اللي تقدر تعاوني في ديك الخمس شهور الأخرى وبالتالي كنكون طيلة السنة. وسبحان الله حنا غادي نتعرضوا سميتو الحديث على مجموعة ديال المواد الغذائية أخرى اللي غتخلينا دائما نشوفو كيفاش نعيشو السنة كاملة بدون ان نصاب بالامراض يعني ديال العصر. والله سبحانه وتعالى لحكمه بالغة اراد ان كل فصل من الفصول ديال السنه تكون فيه خضروات وفواكه اللي كتماشى مع الامكانيه ديال الاصابه بواحد النوع من الانواع ديال الامراض. وهذا الخالق والمصور هو الذي يعلم السر واخفى. نعم. هنا ملي تكلمتي لي على ان الفواكه وغيرها دابا حنا كنتكلموا على فاكهه الكيوي ولكن كاين ناس مثلا اللي غياخذ مثلا طبق مشكل من الفواكه او لا الكيوي مع بعض المواد او لا الخضروات او لا كنعملوا في لي طاخت او بزاف الحاجات عنده بزاف الاستعمالات الكيوي حاليا. هنا كيفاش ممكن انني نوازن او لا ندخل البطن ديالي او الجسم ديالي واحد الطبق مشكل ولكن كله فوائد كله يعني خضره كتكمل فاكهه كلها من ناحيه القيمه الغذائيه معاش كيتماشى الكيوي؟ هو الكيوي مصح مزيان مع الاناناس مزيان صراحه مصاحب واحد الشكل اللي كيمشيو حتى في التخسيس يعني التخسيس هو فاش كتاخذ كيلو ولا ربع ديال الكيوي وكيلو ولا ربع ديال الاناناس يوميا بزاف كتلقى بزاف لا كتاخذ تقسموا على ثلاثه الوجبات في اليوم في الفطور وفي الغداء وفي انا كنشوفو بزاف لا من ناحيه ديال كميه ولا من ناحيه ديال الماده باش نكونوا واضحين. هذه العمليه ديال التخسيس خاصه وانها هاد العناصر المغذيه اللي كاينه فيهم بجوج كتخلي الانسان ما كينقش
من ناحيه ديال القيمه الغذائيه للذات ديالو، وكيعطي للذات ديالو الاحتياجات الكافيه باش انه حتى عنصر ما يكون خاصه في الذات ديالو. ها هي الذات واخده جميع العناصر المغذيه، وكذلك غني بانزيمات اللي كيساعدوا على الهضم، انزيمات اللي كيساعدوا على الامتصاص، وكتعطي الشبع، وكتعطي الاحساس بالشبع، لان الالياف كاينه فيها كثير بواحد الشكل كبير جدا. فهاد الصداقه اللي كاينه ما بين الكيوي وما بين الاناناس خلاتهم كيشكلوا ماده غذائيه كامله، اضافه الى انه يلعب دور على اساس انه كيعادل واحد المجموعه ديال الامور في الجسم ديال الانسان. فالمستوى ديال الصحه ديال الانسان كتكون مثلا في هذا المستوى هذا. اذا كانت فوق المستوى الاكل ديال هاد الجوج كيرجعوا للمستوى ديالو. اذا كان ادنى من المستوى العادي كتطلع المستوى ديال الصحه الى المستوى الحقيقي اللي خصو يكون فيه.